من ضمن الأسئلة حسام بيسأل: أنا خريج نظم معلومات إدارية معهد عالي، ينفع أكمل دراسات عليا في كلية الحاسبات؟ الحقيقة إنه بمتابعة واستقراء العديد من المواقع الخاصة بكلية الحاسبات والمعلومات، فده مش بيكون متاح في كتير من الأماكن. لكن حابة أنبه هنا إنه في كلية الهندسة ممكن تحصل على دبلومة، في هنا دبلومة خاصة بدبلومة المعلوماتية الحيوية المتقدمة، ومكتوب هنا من ضمن الشروط أن يكون المتقدم من بين خريجين الكليات والمعاهد المصرية، على أن يكون عمله في مجال الحاسبات والمعلومات بما يقرره مجلس الكلية، ويجب أن يحصل على شهادة الإنجليزي طبعا لو عشان دي دراستها باللغة الإنجليزية. إذن في إتاح في بعض الدبلومات لده. في طبعا الماجستير، هو طبعا من ضمن الشروط أنهم كاتبين أنك تكون حاصل على بكالوريوس في الحاسبات والمعلومات أو بكالوريوس هندسة حاسبات، فهي دي الفكرة. ففي الغالب انت هيكون متاح بالنسبة لك دبلومة، ولكن استكمال باقي الدراسات العليا لن يكون متاح في العديد من الجامعات، فتابع العديد من المواقع عدا الدبلومات. ممكن تجد في بعض الجامعات إتاحة وبعض الجامعات لن تجد هذا الموضوع. حابب أنبه إن مجال الحاسبات والمعلومات اللي بيعمل فرق أكتر ليست الشهادة الأكاديمية، ولكن الشهادة المهنية بتعمل فرق، وعفوا الخبرة العملية بتعمل فرق كبير عن الشهادة الأكاديمية. وبالتوفيق.